بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. إحنا كما تعودنا أي معلومة بتنزل جديدة لازم أو أي علم يخص التنس الأرضي إحنا بننزله على طول على القناة. فالنهاردة هنتكلم إن شاء الله عن اللياقة البدنية في التنس الأرضي. اللياقة البدنية لا تقل عن التدريب، لأن اللياقة البدنية لها دور كبير جدا وخاصة للاعب التنس الأرضي، لأن بتعتبر اللياقة البدنية أهم العناصر الرئيسية الأربعة للاعب التنس. فبعد تعليم التكتيك والتكنيك بجانب اللياقة الذهنية والنفسية، فيكون عنصر اللياقة البدنية هو العنصر الأساسي للاعب التنس. والأهم تطوير، لأن لعيب التنس يطور نفسه باللياقة، لأن اللياقة هي الفتنس، لازم يكون اللياقة الفتنس بتاعه متقدم، وخاصة اللعيب المتقدم أو المحترف بيبقى عنده عنصر اللياقة هام جدا، لأن عنصر اللياقة ده بيرتبط بالسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والدقة والقوة والقدرة العضلية والتوافق العضلي العصبي وجهاز الدوري التنفسي، كل دي مرتبط بالفيتنس او باللياقه البدنيه للاعب التنس. ويجب اتباع برنامج منظم نركز فيه على الجري، لان الجري يعتبر هو اهم انواع اللياقه البدنيه، واعتبر ان الجري بيمثل 90% من اللياقه البدنيه. يعني يا ريت لعيب التنس يعني يعتمد على الجري كتير جدا، يلف الملعب اكتر من مره واثنين وخمسه وعشره، لان بيدي باور وبيدي لياقه وبيدي فيتنس اسرع، فهو الجري داخل الملعب. التمرينات الخاصه، طبعا احنا قلنا ان اللياقه دي يعني لياقه الجري 90% وسهله، ليس مكلفه بشيء اللياقه بتاعت الجري، سهله جدا. طيب تمرينات اللياقه الخاصه بلعبه التنس كتير جدا. عندنا تمرينات داخل الملعب، يعني في اثناء التدريب نعمل تمرينات لياقه، وتمرينات خارج الملعب بعد التمرين ما بيخلص بنقدر نعمل لياقه برضه. يعني ممكن نعمل فيتنس قبل التمرين وفي نص التمرين وخارج التمرين، يبقى في ثلاث اوقات مهمين جدا للاعب التنس. قبل التمرين خالص بيبقى في لياقه عباره عن جري واسترتشات وبعض تمرينات لياقه للاعب التنس، ان كان في جيم بعض حاجات بعد اجهزه الجيم برضه بتساعد على اللياقه، لان اللياقه كابتن بورج السويدي كان ليه جمله جميله قوي بيقولها: طور نفسك دائما باللياقه البدنيه. دي كانت جمله بيقولها بورج السويدي، هو كان لاعب عظيم جدا في التنس وكان ليه دور كبير جدا في التنس، واحترف وهو عنده 17 سنه وكان لياقته ممتازه جدا. ليه؟ وكان ليه الجمله الجميله اللي بيقول فيها: طور نفسك دايما باللياقه البدنيه، يعني ان اللياقه البدنيه هي روح لاعب التنس. وقبل بدء التمارين لابد نعمل استرتشات، ولابد ان ناخد تمارين اطاله، ولابد ان ناخد تمارين تقوي العضل، وخاصه العضل، لان انت بتعتمد على ضربات التنس كلها بالباور من العضل. شكرا والى اللقاء.